قناة إيميون. النهاردة هنعمل آيس كريم الفانيليا والشوكولاتة بطريقة أفخم المحلات بتاعة الآيس كريم. طعم غني، قوام كريمي، ألذ آيس كريم بيتي أكلته في حياتي بجد. مش هنحتاج مكنة آيس كريم، ولا هنحتاج لمضرب كهربائي، ولا حليب مكثف محلى. مكونات سهلة وبسيطة، وطريقة كمان سهلة وبسيطة، هنوصل لأحلى نتيجة. نجيب حلة حط فيها 4 صفار بيض، وأنا مش عايزاكوا تتخضوا من صفار البيض، لأن الآيس كريم أساس وصفته فيها بيض، مش هنحس بيه نهائي، وكل اللي أكلوا منها قالوا إن هما ما حسوا بوجود البيض نهائي. هنحط عليها 200 جرام سكر، أقلب السكر كده في الصفار، هضيف عليهم 250 ملي لبن، وهقلبها وهدوب السكر والبيض كويس في اللبن. وهحط عليهم 500 ملي كريمة، ممكن نستخدم كريمة حلويات أو كريمة طهي، ممكن كمان كريمة لبني، بس نتأكد إن هي تكون ما فيهاش أي مزازة، لازم تكون طازة وما تكونش ابتدت تعمل مزازة، علشان طعمها هيبان في الآيس كريم مش هتبقى حلوة. وهحط الحل على النار وهفضل اقلب فيها لغايه ما يغلي. أول ما ياخد غلوة كده هشيله من على النار. هضيف له معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، ولازم نستخدم فانيليا سايلة، مش هينفع سكر الفانيليا، علشان محتاجين طعم الفانيليا قوي يداري أولا على البيض، وكمان علشان يبقى نكهة الفانيليا بتاعت الآيس كريم واضحة وصريحة، ونحس واحنا بناكله كده إن فعلا ده طعم الفانيليا. دي بتفرق كتير جدا، السكر الفانيليا بتبقى نكهته ضعيفة قوي قوي، تكاد تكون مش ملحوظة، فاحنا لازم نستخدم الفانيليا السايلة. بعدين هنقله في بولة تانية وهسيبه كده 10 دقايق يهدى بس من سخونية النار. هقلبه كده علشان بس لو كان ابتدى يعمل طبقة على الوش تبتدي تدوب تاني جوه الجزء السخن اللي جوه، وهغطيه بكيس استرتش كويس جدا من غير ما يكون فيه فراغات في الجوانب بتاعت البولة، لازم اقفل كويس عشان ما تخلوش اي هواء. بعدين هسيبه لغاية ما يبرد درجة حرارة الغرفة، يعني يبرد تماما كده، وبعدين هشيل من عليه الاسترتش وهصبه بقى في علبة محكمة في الغلق، وهغطيه كويس جدا وهحطه في الفريزر على الأقل 6 ساعات لغاية ما يجمد خالص.
هبتدي احضر ايس كريم الشوكولاته. هحتاج 5 صفار بيض، ميتين وعشرين جرام سكر، ربع معلقة صغيرة ملح، 250 ملي لبن. هدوب الصفار والسكر كويس كده في اللبن. وهضيف لهم 25 جرام كاكاو خام. أذوب الكاكاو كويس كده في اللبن. وأضيف لهم 500 ملي كريمة. بعدين أحطه على النار وهفضل أقلب فيه لغاية ما يغلي. وأول ما ياخد غلوة كده هشيله من على النار. هحط له 125 جرام شوكولاتة تكون متقطعة قطع صغيرة. اللي مش حابب طعم الشوكولاتة يكون قوي قوي ممكن يستغنى عن الشوكولاتة ويكتفي بالكاكاو، بس إضافة الشوكولاتة دي خلت طعمه غني جدا بالشوكولاتة، ويعني مركز كده، وللناس اللي بتحب الشوكولاتة هيبقى يعني منعش، وفي نفس الوقت كمان بيديهم بقى كمية من الشوكولاتة فظيعة. بعدين هنحطه في بولة خارجية وهنسيبه 10 دقايق يبرد، وبعدين هنغطيه بستريتش كويس ونسيبه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هنصبه في علبة محكمة الغلق وهنحطه في الفريزر 6 ساعات. والوصفة دي كمان ما فيهاش الجرشة بتاعت التلج دي. في بعض وصفات الايس كريم بنحس فيها كده ان احنا بنقرقش حتت من التلج، الوصفة دي ما فيهاش الحكاية دي خالص، ودي اكتر حاجة مخليها كريمية كده ولذيذة وقريبة قوي بقى لايس كريم المحلات اللي احنا بنشتريه باسعار غالية. شايفين هنا إضافة الشوكولاتة خلت لون الآيس كريم غامق إزاي، غني جدا بالشوكولاتة، يعني حاجة وهم.
ونزينه بالصوص اللي احنا حابينه. وبكده تبقى خلصت وصفتنا النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ده ياريت تعملوا لايك وشير وتكتبولي كومنت، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة.